حلقتنا الجديدة لهذا اليوم من برنامج ظواهر. ظواهرنا عميقة وأفادنا على طول قناة زاكروس الفضائية تسلط الضوء عليها حتى تقللها. وأكيد رمضانكم خير وعافية ومحبة، ورمضانكم حلو بس ويانا راح يكون أحلى. من بعد هذا الفاصل وراجعين. ظواهرنا اللي راح نشاهدها لهذا اليوم راح تتكلم عن الابتزاز. مسار قرر يبتز احدى البنات بصورها، اكيد طريقه الابتزاز راح تكون بشعه بحق هذه البنت، والبنت راح تخضع لمسار بطبيعه الحال لانه ما عندها القدره الكافيه بالبدايه حتى تواجه مسار. ولكن خلي نروح نشاهد شنو اللي صار وش وقت قررت تقول خلاص. ليش ما تجاوبين؟ امي كانت موجوده وما قدرت اجاوب. لا انت الظاهر الا ما تهديد الا تجاوبين. كان في مسار. هسه العموم عفينا من هذا الحكي. الفلوس جايبتهن؟ لا ما جايبتهن. شلون؟ مثل ما عاده تسمع. شوف الظاهر انت جايبين علي لو ضحكين علي. انت مو قلتي لي الظاهر الفلوس موجوده؟ قلت لك بس ما دبرتها. منين اجيب؟ بقى تبين فضيحه انت الي. باق وبقت من اهلي، منين اجيب بعد؟ صوتك جاني فاهم احنا، لا تعلين صوتك. اول شغله قاعدين بمكان عام. شوفي نوره. سمعين. اي. تعرفين اني صورك كلهن يمي. والفيديوهات كلهن يمي. تعرفين اذا انزلهم بالجروبات شو يصير بيك؟ اول شغله تنفصلين من الجامعه. شغله ثانيه امك مريضه خطيه. شغله ثالثه اهلك ما راح يرحموك. اخوانك خصوصا اخوانك، عندي 6 اخوان انتي. كل واحد عنده معرض مال سيارات، وابوش تاجر، معقولة 1000 دولار ما تقدرين دبرتي من عندهم؟ زين كم 1000 دولار انطيتك؟ كم مرة انطيتك؟ على العموم هاي اخر مرة اعطيني وانا امسح الصور. ما عندي منين اجيب؟ ها؟ اي نعم، منين اجيب؟ دا اقول لك ما عندي. لا عندكم. عندكم خير من الله. عرفوا بي ابوك مسار. هم مرض. طب هم مرض شنو؟ اول شيء لا تعلين صوتك. شنو؟ اعلي صوتي ونص. انت الظاهر تدين فضيحه. ما تقدر. تدين فضيحه. ما تقدر مسار، انا جبتك لهنا اليوم غصبا عليك تمسح صوري. انت مو قلتي لي. لا اخوي ماكو شيء. زميله وياها بالجامعه، لا ماكو. انت حضرتك بالمطعم؟ لا مو بالمطعم. تشتغل بالمطعم؟ ولا اشتغل. سمعت انه اخوها انت؟ انا وزميلتها. لا ماكو شيء. لا ماكو شيء. انا وزميلتي ماكو. لا صور عدوا وياها مال المحاضرات وهاي، انا وياها استريح بمكانك عزيز. ما صار شيء؟ لا ماكو شيء. لا ماكو شيء. يا اخي شنو يشتغل بمطعم؟ ما اعرف تشتغل هنا انت بمطعم لو. مثل ما شفتوا مسار ابتز البنت والبنت خضعت لألة وقررت تسكته على طول هذا الوقت اللي مضى، ولكن ما بقى عندها القدرة والإمكانية حتى تنطيه وتسكته وتقول له اسكت لا تفضحني مسار، ولكن قررت تقول كافي مسار، أنا بعد ما عندي شيء أنطيك إياه. وأكيد لما قالت كافي خلت الناس يشوفون إيش دا يصير، حتى لو كانت هي غلطانة ولكن أكيد المجتمع ما راح يعوف البنت بحالها. خلينا نروح نشوف شنو اللي صار وشون كانت ردات الفعل. حلو اللي دا يصير؟ حلو اللي دا يصير مسار؟ ليش متحلين السالفة؟ تعطيني الفلوس خلي امسح الصور. ما عندي منين أجيب لك؟ شلون؟ ما عندي إلا ما أبيع تليفوني، منين أجيب لك؟ أي تليفوني؟ أبيع تليفوني تقبلها أنت؟ بيع تليفون اشتري فين بيع؟ وعندي حل ثاني يحل لك هاي المشكلة كلها. هو تجين وياي للشقة. كل عقلك؟ سكتت لك هواية مسار. طولان لسانك. هواية سكتت لك. طولان لسانك. لا تخليني ألم العالم عليك. قاعدين عالم. تهمس لو لا. شو تي طالع لساني؟ أي طالع لساني.
امسح صوري. قاعد يلا مش خلينا نطلع. امسح صوري. اختي يا صور بالنسبة. دا يهددني بصوري صوري يا ابني. انا مو قلت لك قبل شوي صور هاي. عبالي ادمي. انا وزميلتي ليش تتدخل؟ كذاب. شنو محامي مالتها؟ محامي مالتها هي. شنو ناسبت الكميونتي؟ لا ما ناسبت. ما تجار. جاهز شلون انطي؟ انت شنو وين داومتك؟ امسح صوري. اخويا تليفوني شلون انطي؟ عباب الله يخليك انطي تليفوني. انت شو اسمها؟ رجال او رجال؟ انا جاي بس رجال او رجال؟ اول شيء خذ ايدك. هذا التليفون من عند حباب. جيب التليفون. اطلبها فلوس. جيب التليفون. كذاب. يا زميلتي. ما التليفون جاي اقول لك. ما انطيتي. جيب التليفون جاي. جيب التليفون. التليفون جيبه. يا شيخ. اخ. اخ. مرحبا ثواني تجربة اجتماعية. ثواني. مسار انت بخير؟ انا اسفه تجربه اجتماعيه تفضل هنا يمي مسار ممثل ونور ايضا ممثل ويانا بهذه التجربه بما انه انت شاب وشفناك تدخلنا تعال هنا انا مسار يم نور وشفناك تدخلت بهذا الموقف والحدث اللي صار احنا نشوف ظاهره الابتزاز الالكتروني موجود ما بين الشاب وما بين البنت تفضل هنا يمي ما بين الشاب وما بين البنت اذا انت تدخلت بهذه اللحظه من اللحظات شنو السبب تدخلك وش وقت تدخلت ما بينهم يعني انا شفته يبتزها يعني تفاجئت شنو صور شنو جيت سالتها يعني حبيت اتدخل انه اساعدها جيت سالتها تقول لي صور مال الجامعه ما اعرف راي بسطت لك الموضوع انه كانه ماكو شيء ماكو شيء قال يعني مخطوبين او هاي ودخلت بعد ما قدرت ابتزها شو وقت قمت مره ثانيه من سمعت يهددها وهي تقول امسح الصور انا قمت بعد ما تحملت هو التمثيل كل هذا اللي صار ما بين مسار وما بين نور هو ماكو اي صوره ماكو اي شيء من هذا الموضوع ولكن احنا نشوف الابتزاز الالكتروني انتشر بين البنات والشباب ممكن البنيه تبتز الشاب وممكن الشاب يبتز البنيه ويطلب منها فلوس وهي موجوده هاي كلش موجوده هاي الحاله يعني وين ما تروحين هسه على اقل شيء يجيب البنيه يبتزها يطلب منها فلوس وصير براسه طيب لو كانت الحاله حقيقيه وفعلا هذا الموضوع انه لا اكو كاميرات ولا نصور مقلب وياك او تجربه اجتماعيه شنو حيكون تصرفك في هذا الموضوع لو كان فعلا حقيقه لاخر لحظه يعني ما اوفى والله ما اوفى يعني قلت هسه انت جيت هنا قلت لو بعدين التليفون كسره كل شيء اسوي يعني ما اوفى والله خلي اي صوره للبنيه اي صوره ابد حبينا نوصل هاي الرساله للمشاهدين من خلالك ومن خلال الناس اللي ممكن تتدخل بهذا الوضع حاب توجه كلمه للمشاهدين ان كانوا شباب وان كانوا بنات يعني اهم شيء البنات تدير بالكم من هاي النماذج لان هاي النماذج انت ادرى بهم بعد في درجه اولى اي يعني نصيحتي من يمكم تدير بالكم من يمكم يعني لا تدزين صورتك بسرعه ولا تامنين باي واحد هاي النماذج قصدك مسار مسار أنا آسف. أنا آسفة على الشيء اللي صار، إحنا كنا آسفين، شكراً لك تقدر تاخذ راحتك وتتفضل. شكراً لك، مسار هاي النماذج دائماً أنت يعني. طبعاً هي هاي ست نور هاي الحالة موجودة عندنا بالمجتمع وكثرانة بالمجتمع. تعي هنا. أكثر الشباب جاي يستغلون البنات بالصور وبهيج أمور، هذا الموضوع إحنا أهم شيء نبي نوصل رسالة للشعب العراقي. وهذا الموضوع طبعاً متابعة قواتنا الأمنية، تحياتنا لقوات الأمن الوطني طبعاً. خصوصا متابعين هاي الخطوط متابعين هاي اي ما بس احنا بدنا نوصل هاي الرساله الحمد لله طبعا بجهودك انت وبجهود نور اللي تخلي الناس تتحفز بهذا الموضوع تاذى نور من وراك ملازم حتى يمسح الصور انا اتمنى فد يوم تنقلب اللعب على الساحر عافيه عويلي نشوف الناس حتتدخل لو لا شكرا لك نور شكرا لك مسار وبالتاكيد مشاهدينا الكرام اكيد الدوله ما مقصره بهذا الموضوع وتتصرف بكل الحالات الخطره ان كانت ابتزاز شاب وان كانت ابتزاز بنت بالتاكيد انتظرونا بظواهر اخرى مستمرين واياكم شاهدنا الناس دخلت بهذه الظاهرة اللي كانوا حوالين مسار وكانوا حوالين نور حتى لو تكون البنت غلطانة في أي موضوع كان لازم الناس تتدخل بهذه الظاهرة وأي ظاهرة كانت ويقفون مع البنت ضد الشاب لأن الشاب بالنهاية ولد يقدر ياخذ حقه شو وقت مكان ولكن البنت قارورة ضعيفة راح تنكسر إذا راح تكون لحالها من بعد ما انتهينا من هذه الظاهرة ما خلصنا لهنا أنا أكيد عندنا ظاهرة أخرى وعميقة تتكلم عن الأسرة والتقصير بحقها الأسرة الأطفال وحتى الزوجة
احنا لما نروح نتسوق من السوبر ماركت اكيد راح نريد ناخذ اشياء كثيره، ولكن الاطفال راح يردون اشياء اكثر لانهم بالنهايه اطفال. بس مسار قرر يروح للمحل يشتري فقط السجاير والمعسل، وما يشتري لاطفاله الاشياء اللي يردوها ولا حتى لزوجته. خلينا نروح نشاهد شنو كان السبب انه ما يشتري لهم وشنو اللي صار. عمر تريدي من هذا العصير؟ إيه؟ بعد يا عصير تريد؟ ها؟ ها ها هذه العصير اللي تحبيه اخذها؟ يلا هذه هم يلا نا نوتيلا تردين؟ تعال تعال نشوف بعد تعال جاي تسوي؟ لا اخذ لها عصير اللي قدامي على ما شاء الله عايش بيك مسار ايش دا اخذ اني ويد؟ شنو تشوفين تاخذين؟ مو الي القمر يعني ترى طلعتك قلت لك عشان واحد عين عسل وجقاير ايزوج هل تصف يعني تاخذ اسواق وعامل مكان عام ما يصير تاخذ اريد ابطلها من هذا الطبع شو تشوف تاخذ؟ شو تشوف تاخذ؟ هذول الاطفال لازم يتفرحون وشو حتى اسمع الاطفال ناسين ضحكتيني قدام العالم رجعها ما اخذ لك اي شيء ما تستاهلين لا انت ولا بنتك ليش انت فقر ليش انت فقر واطبخ لك واسوي لك لا يقول لك ما شايل فلوس غصبا عليك تقول لي ما تستاهلين هسه مو الي على الاقل القمر يعني مو الي انا ما اخذش خدامه يمي تعرفين لو احترم نفسك مسار واطش منه عالم خلينا نجاوز عليك تهبت جيبها هسه تورطت انا طلعتك خليها القمر ايش تشبيش انت شو تشوفين تاخذين شو تشوفين تاخذين هسه تورطت انا طلعتك مو الي القمر ترى امش خلينا نرجع للبيت ما ارجع كل شيء ما اخذها هاي بنتك فقر شو تشوف تاخذ شو تشوف تاخذ فقر الفخر لك اذا فقر الله يخلصني من شكولاتك ساعة السودة تعاي ماما لا تخافين حبيبتي تعاي اخبارك مشتاق هسه نخلص من عنده نروح البيت يلا اني في الساعه تخافين. انا يمك ساعه السودة اللي عرفتك واللي اخذتك بيها ماشي حارمنا من كل شيء لازم كل شيء من اخذ كل شيء من اشتري فلوس انا اليوم جبت ماما صار. هذه كافيه اوكي لا تخافين مالك علاقه بي اشتردين احكي يلا ماشي حبيبي ما تريدين يا حبيبتي يا مامي يلا اوكي حتى يلا حتى ملابس اليوم نشتري سوا ماشي ماشي يا عمري ماشي يلا انا في الساعه ساعه اني امك يلا ماشي صار حبيبي صار شوف لنا هذه مثل ما شاهدنا مسار شفنا ليش قرر يقصر على عائلته واسرته لانه كان عنده عشيقه يريد يشتري لها ويطلعها لاحسن المطاعم ويشتري لها احلى الاشياء ولكن الاطفال المساكين ما راح يشتري لهم شيء ولا حتى لزوجته يفضل مصلحته عليهم مصلحه عشيقته طيب هل من الممكن الناس اللي حواليهم راح يسكتون عن هذا الموضوع؟ نروح نشاهد وراجعت لكم. اي الفلوس جبتني وياي صار حبيبي. ماشي يا عمر ماشي. العفو صديق هذني لا تحسبين. ليش ما يحسبين؟ هو الشغله عايش بيك مسار. لا تحرجيني قدام العالم ما جاي الفلوس. ما ترى ما ماخذ شيء يعني. تشبيش فقر انت؟ تفقر انت؟ شنو فقر؟ اخويا شنو هذا الحكي؟ اخويا هذني رجعهم. بس طيني زقايه مع عسل ادري انت بمكان عام ما يصير يعني بس الاخ خارج. الاخ يشتغل هنا شنو هو شنو يشتغل هنا اخوي اتصال ما يصير هالتصرف انا وعائلتي انا وعائلتي انت شعليه انت وعائلتي ما يصير هالتصرف هذا من انا يعني من ناحيه مكان عام ما يصير انت التصرف ما اشتري لهم انا ما اشتري لهم خطيه دول مو اطفال لعد انت من تخلف لما تجي تعبان من عندهم شلون المن مخلف جهالي شو اريد اسوي ما اسوي احنا هم عندنا اطفال انا اريد ابطلها من هذا الطبع شو تشوف تاخذ شو تشوف تاخذ اخويا شو لك علاقه وشنو شو لك علاقه ما يصير هذا التصرف بس طيني اول شيء لا تعلي صوتك عليه وشنو لا تعلي صوتك انا وعائلتي وشنو انا وعائلتي هات شو التصرف تقابل عليه انت بس هاي دفتهم انت هذا الفضول اللي عندك شنو اخويا انا وعائلتي انا ما تستحش انا وعائلتي شو اريد اسوي بيهم اسوي بيهم انت اقول لك شو ما تستحش فيه ها اخويا شنو اللواقه شايل انا وعائلتي شنو اللواقه ها شنو اللواقه شنو؟ ثواني ثواني ثواني
ثواني ثواني استاذ بس ثواني، تجربه اجتماعيه تجربه اجتماعيه ثواني. انا تضررت والولد تضرر، تجربه اجتماعيه تفضل لنا هنا. نهدأ شويه، انا اسفه انت دا ترجف حاليا، انا كلش اسفه على الموقف اللي خليتك فيه، ولكن تجربه اجتماعيه مسار ممثل نور ممثله والاطفال ايضا. خل اشرح لك بين ما انت ترتاح. طيب احنا بتجربه اجتماعيه تتكلم عن الواقع اللي دا نعيشه بالآونة الاخيره. طيب دا نشوف الكثير من الاطفال والكثير من الزوجات اللي مضطهدين من قبل الزوج، ممكن تقصير ماديا، ممكن تقصير كحياه اسريه نقدر نقول، ودا يفضلون نساء اخريات عليهم، ودا يفضلون حتى ممكن جماعتهم اللي لما يطلعون وياهم للقهوه، لما يروحون زيارات يصرفون فلوس، ولكن لما تجي على العائله دا يقصرون ماديا، دا يقصرون كحياه اسريه. هذا الشيء غلط، يعني هي صح، هذا واقع يعني اللي صاير عندنا بالعراق. احنا ننصح ابهاتنا، احنا سان عندي احفاد وعندي اولاد وكذا، احنا ما نخليهم هيك يتصرفوا في مكان عام، هذا غلط. احنا لازم نكون بتربيه اطفالنا، تكون هذا الواقع، يعني احنا في حاله بالنسبه لهذا الموجود، يعني احنا لازم نقوم بتربيه، تكون تربية صحيحة، فهذه هي هذا حال الوضع. إذا عندك فد رسالة تحب توصلها للمشاهدين كنساء أو كشباب، أكيد تقدر تتفضل تقولها من خلال قناتنا. هي موجودة، يعني إنه ينتبهون للأطفال، أطفالهم التربية تكون صحيحة، وللوعي الأفضل، يكون يبتعدون من هاي الأمور الغلط. يعني سوى مثلا من كان يتكلم ويا صاحبته، فضل صاحبته على زوجته وبنته، هذا اكبر غلط. فهذا ارجو انه من الشباب، احنا همين متزوجين وعندنا، لازم نقوم بتربيتهم الصحيحه. شكرا لك. انا اسفه عصبتك وخليتك تتعود ترجف وتكتله، يعني انا كلش اسفه. جدا اسف حبيبي. شكرا لك، تقدر تاخذ راحتك، انا كلش اسفه. تفضلي هنا مسار. مسار انا ما مقتنعه، انت ما تنكتل اليوم، يعني انا اريدك تنكتل. قالت له شنو قوية؟ كلش قوية. ست نور، هاي الظاهرة موجودة عند المجتمع، بعض المتزوجين يعني مو الأغلب، وهاي يعني هسه تشوفين حالة الطلاق أغلبيتها بسبب إهمال الزوج للزوج لمرته. لك وعلى دورك الفعال داخل هذا البرنامج. نور، أنت شنو حابة توصلين رسالة أو شنو حابة تقولين بخصوص هذا الموضوع؟ والله صراحة يعني أقول ديروا بالكم على نسوانكم، بيتكم، أطفالكم، يعني مهما يكون هم، يعني أنت إذا ما تصرف على جهالك وعلى مرتك من يصرف عليهم؟ أكيد هم عينهم عليك، وأنت مثل ما نقول اللي تشد واللي تتعب واللي يسوي على آله، يعني هم عينهم عليك بعد. شكرا لك، شكرا لك مسار. أكيد قمورة، شكرا لك لأن أنت جزء مهم بهذا البرنامج وبهذا الدور، شكرا لك. بالتأكيد مشاهدينا الكرام مستمرين بظواهرنا ومستمرين في رسائلنا لكم، رسائلنا فعالة من خلال قناة زاكروس الفضائية. بالتأكيد لهنا ما انتهينا، ممكن تنتظرونا في مكان ثاني، وممكن تنتظرونا في ظاهرة ورسالة أخرى لكم. مثل ما أنا كنت متوقعة بذاك اليوم وحتى حالياً لازلت أتوقع، مهما ما تكون الظاهرة ومهما ما يكون الموقف، الناس راح تتدخل وتخلي المخاوف على صفحة ويأخذون حق البنات والعوائل والأسر والأطفال، وأكيد يضطهدون الشاب لأن الشاب بالنهاية ولد. أرجع وأكرر، طيب هل انتهت ظواهرنا؟ أكيد لا، مستمرين بظاهرة أخرى راح تتكلم عن التحرش. احنا اليوم مختصين فقط للبنات ويا البنات، اريد نشوف البنات شلون بعد راح يسكتون على حقهم. انت كبنت لا تسكتين على حقك لما يتم التحرش بيك، حتى ما تسكتين على حقك وتاخذين الشجاعه الكافيه. خلينا نروح نشاهد مسار لما نتحرش بهذه البنت، شنو سوت وياه؟ سكتت لو لا؟ شنو جمال الشايب ده؟
الزوجة؟ شو لك دخل؟ لا ابن اختي داخل ملابس. شو علي يعني موظفاتك واسألهم؟ واني شنو؟ انا هم امام الزوجة. شلون عالم؟ شوف إذا ما تحترم نفسك وما توخر راح أتعامل وياك غير معاملة، تهمت؟ مثل ما شفتوا مسار تحرش بيها بكثير من الطرق والأنواع من التحرش وما زهق وما قال كافي وظل يتحرش بنور، ولكن أكيد نور بالبداية غاضت النظر وسكتت خوفا من المشاكل أو ليس خوفا لأن بالنهاية ردته. خلينا نروح نشوف وما نحكي هواية ونشوف نور شلون ردت مسار وشنو اللي صار بيناتهم وهل الناس دخلت لو لا. سالة سعيد بحجي ها؟ سالة بدي اخذ ملابس لابن اختي. اخذ ملابس بس لا تذب حجي عيب احترم روحك. أني حذرتك ونبهتك. بس داخل ملابس عليك. ترى أتصرف وياك غير تصرف. عيب قدامي أنا. زين؟ أنت اللي أعرف العيب. أنت اللي أعرف العيب. طبي المؤلم. بس. سعد تافه. نفسك. ثواني مرحبا. بس ثواني بس الولد. تجربة اجتماعية بس ثواني. يا واحد ما يقدر يطلع براحته مدافته. تجربة اجتماعية؟ أبد ما يخلوه. تجربة نور؟ تجربة اجتماعية خلص. تجربة اجتماعية. بس اسمع. مو عيب عليك؟ ليش بتخلي بنات العالم؟ تفضلي هنا أستاذ. تفضلي هنا يما. تعالي نور هنا. تفضلي هنا. تجربة اجتماعية احنا بس تفضلوا لهنا انطوني وجهكم للكاميرا. احنا بدنا نتكلم عن تجربة اجتماعية تتكلم عن التحرش بالآونة الأخيرة اللي يصير بالبنات. بدنا نشوف انه البنت متى تقدر تاخذ راحتها بالكثير من الأماكن اللي تروح بها، إن كان محل تسوق وإن كان منتزه وإن كانت ويا أهلها أو كانت وحدها. فاحنا هاي الظاهرة بدنا نشوفها تنتشر، فحبينا نسوي هاي التجربة الاجتماعية ونشوف الناس اللي راح تتدخل وردات الفعل اللي راح ينطوها مثل حضراتكم. لا يعني المفروض البنية من تطلع تكون براحتها، ايش ما تلبس خل تلبس، ايش ما تسوي خل تسوي. يعني مو ولا البنية تنقاس من ملابسها او من شكلها او الى اخره. يعني واحد هسه حاليا احنا بقرن العشرين اللي هو قرن التطور، غير واحد يكون براحته. لا ست اكو يعني عالم بهم حالة نفسية. يعني مثل ايش؟ حالة نفسية بشنو يعني؟ مو حالة نفسية، تحرش او شيء او من هذا القبيل. يعني فاني للامانة يعني ضجت يعني على هيك موقف والله. وهو منو دخل اول واحد بيكم؟ محمد اخوي. أنا خل أرجع على محمد شوية. محمد ليه هسه يمكن ما مصدق؟ تقرب لي هنا ليش بعيد؟ إحنا شفناك إنه أنت أول واحد قمت تحكي وتتدخل. هو العفاف ما ينقاس بقطعة القماش اللي نلبسها، يعني ينقاس إنه الشيء اللي بداخلنا. العفاف بالضمير. طيب التحرش اللي نواجهه بالآونة الأخيرة إحنا كبنات، أنا ولا نور ولا الكثير من البنات اللي موجودين، شنو الأشياء اللي تخلي الشاب أو الولد يتحرش بهذه البنت؟ عقليته يعني لا أكثر ولا أقل. ما عليه انه ايش تلبس خطه، بس هو ايش عليه؟ هي ما يعني اللبس ما يحدد انه هاي البنت. ما عليه هو اذا مريض او من هاي النماذج تعبان، يعني سواء ابنيش ما تلبس، هو نظرته تختلف، نظرته دونيه لها. طيب بس هو ممثل يعني على فكره، ونور اصلا ممثله بالموضوع. محمد ليش تروح بعيد؟ طيب عندك فد رساله انه توصلها لكل المتحرشين ما نقول الولد؟ يعني هو مو كلهم بس يعني والله هي ايش ما وصلهم رساله، هي تظل على العقل عقليتهم. يعني ما عالم ما تتغير. هي يعني ما عندك كلمه الهم؟ اي لا ما عندي. انت يعني فاقد الامل. اي يعني الله يصلح الجميع. وحضرتك يعني يا ريت ان يعوفون الناس بحالهم. يعني واحد يقدر يطلع ويطب براحته، مو اللي يتقيد اليوم ما اروح فلان مكان لان بي ناس تعبانين. لا صرحان حال الدول الباقيه، مو يعيشون بالتطور وبالتطور. احنا الكثير من الاماكن ما نروح لها يعني حتى ما نتعرض للتحرش او نبتعد عن هاي الظاهره نقدر نقول. طيب وحضرتك؟ والله يعني موضوع بناء للامانه، لان اكو هيك ظاهره والبنات مقيدات بالطلعه، حتى من تطلع تحسب حساب اذا ابو كان بيفد لود مال ولد ما اروح. حساب اللي بلبسها بالاماكن. بلبسها بهذا وش اسمه، واغلب المتحرش حتى من تسال شقك ها هي ايش لابسه؟ زين انت ايش عليك؟
تلبس ما هي جاي ترد الواحد يتعارش بيها هاي الكلمه اللي احكيها حريتي الشخصيه البس ما البس اطلع اطب انت ما تحاسبني لا هي مرض نفسي يعني عندكم مانع بعرض الحلقه لو ماكو اي مشكله لا يا ريت حتى الناس تتعظ من الحالات اوكي خلاص محمد الدي يبتعد انت بتعد روح هناك خلاص اوكي لا لا اوكي طيب شكرا لكم وانا كلش اسفه على الازعاج اللي صار لكم تسلمون تقدرون تاخذون راحتكم شكرا لكم تفضلي مسار هنا أنا. مسار ثلاثة اليوم شبعك كتل انت جيتيني من اللحظه الاخيره والله انا ما ردت اجي تدري انت لو ما طابه من اللحظه الاخيره لا انا كان انتهيت ما ردت اجي بس قلت فكرت نحن نحتاج المسار ان شاء الله رسالتنا توصل من خلال برنامجنا وخلال قناه ذات بوس ان شاء الله شكرا لك مسار نور اكيد رسالتنا ان شاء الله توصل لشبابنا الحلوين المحترمين ونقول انا طلعت لك وانت مستمره اقول شنو راني طلعت لا يعني جبتهم التموا علي اللحظه الاخيره يعني كان يعني خلصوا عليك بس يلا الحمد لله شكرا لك نور شكرا لجهودك ايضا مسارك شكرا لك ولجهودك بهذا الموضوع بالتاكيد مشاهدينا الكرام هذه المواقف لازم الواحد يتدخل بها وتبين غيرتنا العراقيه في مثل هذه المواقف الحلوه الكثير من الامور نواجهها ولكن نخاف نتدخل لكثير من التحسبات اللي نتحسبها ولكن ان شاء الله رسائلنا تكون واصله لكم بشكل واضح من خلال قناه زاكروس الفضائيه ولكن ما انتهينا لهنا مستمرين برسائلنا ومستمرين بظواهرنا من خلال قناة زاكروس الفضائية في برنامج طواهر مثل ما شاهدنا الناس اللي كانوا متواجدين في ذاك اليوم دخلوا بين مسار وبين نور وأخذوا حقها لنور من ظاهرة التحرش أكيد المجتمع راح يتدخل بجميع الظواهر ولكن خصيصا في ظاهرة التحرش ما راح يترك البنت لحالها راح يتدخلون وراح يأخذون حقها وراح يخلون الولد في مأزق صعب بهذا الموضوع أكيد لهنا ننتهى ظواهرنا ولكن جميع الظواهر اللي تناقشنا بيها واللي شاهدناها كانت مهمة وعميقة وإن شاء الله تأخذون دروس من كل الظواهر اللي نحاول نوصلكم إياها بصورة صحيحة ومباشرة من خلال قناة زاكروس الفضائية لهنا أنا وصلنا لختام الحلقة وفي ختام الحلقة ما أنسى أشكر أزياء الحرملك على إطلالتي لهذا اليوم انتظروني بحلقة أخرى